اي 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 شوف اي سارخ في ميزان وردميخ ما يداش يكسنا وما مريع عندي جو سافر الوديني يا شيت سويان صحتكم تظلمت حك ما تعطانيش حقي مي كان تهميش امازيغيه والعربيه حبه من حبه وكريه من كريه والله ينصر سيدنا وكان لي الشرف ان ساندني وتبناني الاب الروحي اللي هو السي محمد درويشه. شحال واحد كيتسائل كيقول لي علاش خديجه اطلس بزاف الكورال، انا ما كانش مفروض عليا الكورال نو. كانت سوء تفاهم اللي هو بسيط بعض الاشخاص اللي حاطينهم في الاعداد لا علاقه لهم بالفن. شنو نقول لك حضوري اليوم ما غاديش نقدر نوصف لك فرحتي لان جات الدعوه من ضمن الدراري اللي حصل لي الشرف ونسميهم بالابناء ديالي وحصل لي الشرف يكونوا الابناء ديالي بحالهم وهذه مبادره غزاله 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 وبالفرحات عليا واخا كان عندي تصوير والتزامات يعني في قناه ساليت كما كتشوف انا جيت بالتوني ديالي وما كنتش بعيده عليكم وجايه فرحانه وجايه نشارك خوتي وحبابي هذه الفرحه هذه وانا راه الاشاره وقت ما عطاوني الدعوه غادي نجي نلبيها على راسي وعينيا. كان منير كنوجه له تحيه من هذا المنبر ويعني كان جيتاريست كنا كانت الاسم الفني الاول عضو نديرو خديجه ومنير كنا درنا خديجه منير الحمد لله كانت شويه المسائل شويه منعكسه من واحد الاخ ديالي الكبير مي الحمد لله مور داكشي يعني صعب يعني المسائل وكان لي الشرف ان ساندني وتبناني الاب الروحي اللي هو السي محمد درويشه بحكم اشتغلت معاه يعني عمالقه الفن من ضمنهم السي مصطفى بورقول لكم جلو تحيه من ضمنهم السي عبد العزيز من ضمنهم ولد الحوات عبد الله الداودي يعني نخبه كبيره ديال الفنانين وكنتاسف اللي ما ذكرتش سميتو وواحد القضيه السي عزيز اللي كان مش واحد كيتسائل كيقول لي علاش خديجه اطلس بزاف في الكورال انا ما كانش مفروض عليا الكورال نو بالعكس انا كان حبي في الكورال باغا نسقل صوتي في الكورال يعني باغا نخدم لي ستيل كاملهم والحمد لله ربي ما خيبنيش وغنيت باللغه ديال المغرب كاملين مسوس من الاطلس من الريف وغنينا حتى التركيه والايرانيه علاش لا منير اخويا حيد في الفنان ودار فلاح نجحت له الفلاح مريت تفارقنا خوت وبيناتنا بنيته الله يخليها لي ويخليها لي ويخلي لكم يا ربي وليداتكم بقات علاقه جميله لحد الان لان ملي كيتخوى الدم ربما ما نتفاهموش في واحد القضيه ولكن علاش لا حنا اسره والحمد لله انا كسبته كاخ وكاب وكصديق وبزاف ديال اكيد بالعكس ما كنحسبهاش خصام لان كان عبد العزيز حوزار ديما الاخ وديما الصديق وكان كانت اعمال مشتركه ويحصل لي الشرف نخدم مع السي عبد العزيز حوزار كانت سوء تفاهم اللي هو بسيط عاودت له قطعه ديالو وتقلق شويه الوغ انا وجهت له هكا بهذ الكلمه قلت له سي عزيز ما كتعاود الا الحاجه الزينه ما كلتو ما عاودوا لها الناس وكتبقى السبع ديالنا وبحال تقلق شويه قلت له شوف كتبقى السبع ديال الا كنتي سبع ديال راسك انا لبؤه ديال راسي فاذا بي كان واحد المنتج حاضر شاءت الاقدار سجلت له يعني عمل ولكن التنازل اللي عطيته على القطع يعني على القطاع باسم اوركسترا خديجه فاذا بي كنتفاجئ بلبؤه الاطلس يعني ماشي انا اللي سميت راسي كجمهور وكنفتخر بهذا الاسم وانا كنفضل يعني كخديجه اطلس خديجه اطلس صديقتي وحبيبتي ودوزنا عشره ومازال لحد الان على تواصل ومن ضمن الفنانات اللي انا فنانه ومن ضمن الجمهور ديالها سطريبوني صوت قوي كاين حضور واخلاق واداب ودوزنا يعني ملي بدينا من يعني ملي كنا شركه الاوائل بحكم كنا في شركه وحده لا بالعكس الانسانيه اللي في ديك السيده ما كايناش في شي مع كل احتراماتي انا الفنانات المغرب كاملهم ما عنديش معهم مشاكل اكيد الله يسامحهم كانت شركه ماشي غير انا والداوديه نخبه كبيره كنت انا وعبد الله الداودي والداوديه يعني نخبه كبيره ديال الفنانين من الحمد لله ربي ستار واخا يعني الداوديه شويه تكرفصات هين شويه تكرفصات ولكن الحمد لله صبرات ونالت وكنقول لها بون كوراج هند الله يوفقك فرحت يعني نهار ساندني السي محمد وساندوني وجوه يعني بحال وجوهكم كاعلام وكاساتذه وك وقرح بكيت يعني نهار كان تهميش الفنان الامازيغي وسيرتو الفنانه الامازيغيه الله يهدي بعض انا ما كنعممش بعض الاشخاص اللي حاطينهم في الاعداد لا علاقه لهم بالفن هذا ماشي كيعني انني ما بغاش واحد اخر يدوز او بالعكس انا من ضمن الفنانات اللي هذا يعني كنتحدى ودي السي عزيز اي قناه مشيتي لها ما عمر خديجه هضرت على نفسها ديما كنهضر على فنانين اخرين بالعكس
مي شوف الخير فيما اختاره الله. انا ظلمت نفسي واحد لا بيريود اللي ربما هي ماشي ظلمت يعني جات هكاك، كانوا مشاكل من ضمن الشركات، كان بيرات، كان ما كنعرفش ندير شي حاجه اخرى من غير انا قلت لك انت تظلمت، تظلمت حك ما تعطانيش حقي الكافي. انا ماشي كنقول لا علاش يبانوا هذوك ونبقى انا، بالعكس مي كانت هميش الفنان الامازيغي. من الحمد لله دابا كاين الحمد لله اللي كاين واحد كما نقولوا توازن، كما قلت سبقت وقلت المغرب وقف على جوج الرجلين الامازيغيه والعربيه، حب من حب وكره من كره، والله ينصر سيدنا. تنموت عليكم، معكم خديجه اطلس الشاب العجال الجزائري، وعندي ديو مع الرابور تونسي بين قوسين ما سميش الاسم ديالو، وعندي عمل ان شاء الله لاول مره راي سونتيمونطال ان شاء الله، نتمنى يكون كما قلت قبل انا ماشي بنت المايا بنت الموال، انا المايا الشريفه ومايا علاش لا. اي 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 شوف هاي السارخ في ميزان وردميخ ما يداش يكسنا ومريا عندي شو سافر وديني يا شيتسويان. بصحتكم.